شيرين عمر بلعب جيتار وبغني، نانسي منير بتلعب كمانجا، ماجد فالتاس بيلعب درامز، ويعني في مرحلة انتقالية في البيس. الأول بدينا بلاين أب كنا 3 بنات، وبعدين الباند ده اتفك واتعمل باند تاني مكانه لأنه احنا كنا صغيرين قوي وكان في مشاكل في النص. فماسكارا ابتدت بسوزي كانت بتلعب درامز، كانت مناسبة ألماني، وسارة الكسراوي كانت بتلعب بيس، وأنا كنت بغني وبلعب جيتار. كنا 19، كلنا كنا 19، يمكن سوزي كانت أكبر بسنة أو حاجة. كنا بنلعب بنجيم يعني في الاستوديو بتاع مسار إجباري، وبعدين هما شافونا بنلعب وكنا متحمسين. ما كانش عندنا أي equipment، ما كانش معانا فلوس نجيب equipment، وكانت أهالينا لحد ما يعني مش عايزة تصرف في الموضوع ده قوي، فما كانوش عايزين يجيبوا لنا عدة يعني جيتار ولا إيفكت ولا أي حاجة. فكان هي الدقاق وأيمن مسعود كانوا بيدونا الاستوديو بقى مثلا ببلاش فترة، يدونا الجيتارات بتاعتهم. طبعا كنت بقطع له اوتار كتير عشان ما كنتش بعرف العب، فما كانش بيتضايق يعني، ومساعدونا جامد. وبعدين لما جه المكتبه تعمل فاستيفال وكانت عاوزه بندات وعايزه تنتروديوس بنات ناس صغيره يعني، مصاري باري قالوا انه في باند اسمه ماسكارا، وهما مش بيلعبوا احسن حاجه بس عندهم الانرجي وبيكتبوا اغانيهم. وفعلا لعبنا، كنا اول باند تقريبا، اول باند ماتل ينزل في المكتبه، واول باند اصلا صغير يعني. كانت ساعتها المكتبه شغاله على الاوركسترا وعلى عمر خيرت وكلها اسماء، فكنا اول باند يعني ممكن يطلع ويغلط على الستيج يعني. كنا احنا يعني احنا مش بنختار، هما بيختارونا لحد ما يعني. انت تسمعي مزيكا بتعجبك شويه بتبقي عايزه تلعبيها، ف هو ده اللي احنا كنا بنسمعه ساعتها، فهو ده اللي احنا حابين نعمله. بصي انا اعتقد ان انا كنت اصغر من اني كنت افكر في الناس هتبصي ازاي يعني. انا وانا صغيره يعني كنت يعني مش عارفه اتغيرت قد ايه عن دلوقتي، بس وانا صغيره كنت بعمل كل اي حاجه تيجي يعني. يعني لو كنت واقفه في وسط المحاضره مثلا وكنت عاوزه اطلع على الكرسي وكنت بعملها بطلت. فانا ما اعتقدش ان انا ما كنت كان عندي وعي كافي بالناس هتبص لي ازاي، خصوصا لان كان صحابي كلهم في نفس الدايره كانوا بيلعبوا المزيكا دي، فبالنسبه لي كنت عادي يعني. صحابي انت عندك حاجه، عندك في الكوميونتي بتاعه الميتال، هو انا مش البنت يعني في الكوميونتي الجلوبال يعني بتاعه الميتال انترناشونال يعني، انا مش البنت مش اول بنت بتطلع تغني كده. في ناس كتير، في ارك انمي، في كيتي، في ناس كتيره، ف يعني مش حاجه غريبه عن اي حد بيسمع ميتال في مصر يعني. في ناس بتعمل ده. ده بالنسبه للكوميونتي اللي انا كنت طول الوقت بلعب فيه. لما احتكيت بالناس اللي من بره ده، كان اورادي بالنسبه لي ده يعني بعمله من تحت الترابيزه يعني، بعمله في حفلات يعني مش بيشوفها حد، فتعودت اعمله فطلع على الستيج مش واخد يعني، ما خدتش في بالي يعني انه في حد هيقول ايه ده بتعمل كده. التشالنجز كانت انك تثبتي انك you're up to this، ان انت انك ميوزيشن ده اول حاجه، انك you're a composer، ان في مزيكا، وان انا مش طالعه يعني البس بنطلون ستريتش. احنا ساعات بنبقى اوفر ريتد في اي حاجه بنعملها، اي سولو اي حاجه. دي حاجه بقى بتاثر فيا شخصيا، لانه بحس انه يعني ده غريب اكيد. لو اي حد لو اكلتي وحد قال لك كده برافو بتعرف تمسكي المعلقه، اكيد ده يعني مش حاجه لطيفه. احنا نبقى موجودين بنعمل اي حاجه يعني. هو الولد في البيت من اول ما اتولد عنده اخته ترجع الساعه 10، هو بيرجع الساعه 3. فلو اخته رجعت 3 يبقى هو بيشرب سجاير، هي ما بتشربش. هو از فيري يعني هو رجولي جدا وعنيف وكده، وهي فاهم لازم تلعب باليه يعني. انا مش عارفه مش قادره مش يعني مش بفهم التصنيفات يعني. هو الولد لما لعب جمباز محدش قال له انت بقيت غريب يعني. فلو هي لعبت كوره يبقى اكيد مش هتعرف تجري، مع انه هو يعني بيلعب جمباز برنس يعني، مفيش مشاكل في الحته دي. ف هو متعود انه الوضع ان هو بيلعب حاجه عنيفه جدا وهو بس اللي بيعملها، لانه هو الماتل سين في العالم كله هو حاجه لحد يعني
يقع عليها طابع الولاد اكتر اللي بتلعبها. فبره لما البنات بتلعبها ما بيحصلش الديسكريميشن دوت بالدرجات دي، يعني هو بيبقى فيه شويه رذاله بس مش للدرجات دي. هنا هو اصلا المجتمع فيه ديسكريميشن اصلا اوريدي، فيه تفرقه ان انت لو انت اشطر في الشغل يبقى انت اكيد مش تمام، يعني بتعملي حاجه مش تمام يبقى انت اكيد بتدلعي على مديرك، لو انت شاطره في مبيعاتك يبقى انت اكيد فما بتروحي تبقيش لطيفه يعني او اوفر لطيفه مع العملاء. فديفنتلي لما احنا رحنا سويدن روك فيستيفال وده كان في 2009، ساعتها كنا 3 بنات وولد، كان اوريدي الكونسبت بتاع البنات اتفك، ابتدى يتقال انه هم سافروا عشان بنات، وده لفت نظري بان هما شايفيننا ايه. انا ما كنتش مجمعه ده، يعني كنت شايفه دايما ان السين في مصر كان بيعملنا معامله لطيفه جدا، يعني عايزين حاجه محتاجين حاجه يعني اي حاجه انتوا عايزينها احنا في الخدمه، انتوا اخواتنا انتوا مش عارف مين كده. بس اول ما كسبنا جايزه في مكتبه اسكندريه وهم كانوا جنبينا واحنا كسبنا جايزه تقديريه وخدنا بس فايولينست وفوكل تقديري حتى ما كانتش يعني حاجه جامده، لا ليه مش عارف ايه يعني ايه يكسبوا دول ما بيعرفوش يلعبوا. جادجز قال لهم احنا جادجز واحنا دارسين مزيكا والبنات دي بتعرف تلعب، بتعرف تلعب اكشلي احسن منكم. ف ما بطلعش على ستيج ده صغير، ما احناش بنات الموزز، حتى لو شفتينا مش بنتحرك على الستيج، ما بنعملش اي حاجه غريبه، احنا بس بنلعب مزيكا بس. ده مش في الريتنج بتاعهم مش مقبول. فانا من اول 2009 ابتدت شويه ناس ابتدت تعترف ان احنا موجودين، ان هو اوكي الناس دي طلعت تلعب بره، طب يعني هم اكيد الفستيفلز بره يعني مش هيسيبوا الناس كلها ياخدوا باند عشان في يعني 3 بنات، طب ما هو في باندات فيها 3 بنات. ولما البنت الثانيه كمان مشيت فبقينا بنتين وولد بقت الحجه اصعب، بس ستيل بتتقال يعني ستيل بيبقى باندات صحابي وفي مناقشه ما بيننا وبين بعض بيتقال كده في وشك انت انت بتسافري عشان انت بنت. يعني اقصد ان انا ما حبيتش اطلع، يعني هو اي حد بيقابلني بيفتكر ان انا يعني قلت يلا انا انا هطلع دور البنت في المزيكا، هي ما كانتش كده خالص. هو اللي حصل كان انه انا زي اي واحده اهلها اكيد مش هيخلوها تمثل بس هتخلي اخوها تمثل، يعني هي مش لعبه مزيكا بس اخوها يلعب مزيكا، فاضطريت اتحايل على ده اعمل ايه طيب انت ايه اللي مضايقك بالراحه كده، مش هينفع ده يكون موجود عشان الولاد. طب قلت لك بنات ايه تاني؟ لا انت بتغني يعني مش هينفع تبقي بتغني يعني كده. طب عايزه ايه؟ رحت لعبت في مكتبه اسكندريه اللي هي مكان عمر خيرت بيلعب فيه واوركسترا ناس اي حته في العالم تتمنى تلعب فيه، كنت بقى معايا في الحفلات، ابتدت هي تبقى مخبيه على بقيه الدايره بتاعت العيله ان انا بقى مزيكا كاني بجد بعمل جريمه، فاهمه؟ يعني لحد ما ابتديت اكبر شويه ابتدت هي تعرف السين اكتر، ابتدت هي انا كبرت يعني فابتديت شويه اقول لها بصي انا بجد مش مستريحه لده، لدي تبقى معايا بليز، انا محتاجه حد تاني، انا محتاجه العب مزيكا ده مهم بالنسبه لي. ابتديت شويه شويه ننقي الممبرز اللي فعلا مستريحين ان هم يكونوا موجودين معانا، لحد في الميكروفون برضو يعني اخويا طلع في الفيلم عادي، بس انا ما ينفعش اطلع في الفيلم رغم ان الفيلم اصلا بيحكي قصتي. يعني انا ببقى بجد بفشل اني افهم طريقه التفكير. يعني انت متخيل احنا بنحاول نتحايل على اللي بيحصل ده ازاي؟ يعني انا لو كنت بديت باللاين اب اللي انا عاوزاه من وانا صغيره، ما انا مش هاجزم كنت هبقى بعمل ايه دلوقتي، بس يعني متاكده ان انا كنت هكون منتجه اكتر من كده، كنت هبقى مبسوطه ومطلعه في اغاني طالعه، يعني كويش اتاخرنا شويه في البروجرس حتى في الفيلم. يعني متخيل ازاي لفينا مش موافقه ليه؟ يعني تكوني بتمثلي خلاص بقى احنا هنلاقيين من هنا ومن هنا. عايزه اقول لك اخويا فاهم راح قال لها انا هطلع في شط، حبيبي انا واحد عشان نتفرج عليك. يعني كنت كبيره يعني مش صغيره من كام سنه، فيعني بفشل ان انا افهم وفشلت في النقاش، فما عنديش اي حاجه غير ان انا الف حوالين الموضوع ده. فطلعنا في الفيلم مش باينين، ولما الفيلم نزل كانت اولادي بقى عيله مبسوطه جدا ان شيرين عملت اغنيه وشيرين محطوطه في حته لطيفه جدا في حته انها عملت حاجه، يعني
فابتدوا شويه يشوفوا بقى انه ايه ده، لا مبسوطين بقى، مفرحانين بيا دلوقتي، فاهمه يعني. يعني انت عايزه تمثلي وهتموتي تمثلي، وشايفه انك موهوبه في التمثيل، واللي حواليك كله قال انك فعلا بتمثلي حلو، وانت اصلا واحده عندك مبادئ، شايفه انها لو وصلت لناس كتير قوي هتغير فكره حلوه، يعني هتغير، هتعمل فكره حلوه عن التمثيل وعن المسج بتاعت الفيلم ميكنج. وابوكي سعيدي ومش راضي، يعني مش راضي تعملي ده، يعني رحتي قلتي له، قال لك لا انت نقطع رجلك لو عملتي كده، ده مش تبقي بنتي لو رحتي عملتي ده. يعني اسمعي ده وحسيه وخدي نفس جامد قوي، واعرفي انك ما عندكيش غير حلين، او اكتشلي ثلاثه، ان انت تقولي خلاص، يعني خلاص، بس ساعتها ما ينفعش بقى تبقى في حته انه ما انا كان نفسي وانا ما هو مرضى خلاص، يعني انا قصدي انه اتس فاكت هو مش عاوز، وانتي قررتي انك تعملي اللي هو عاوزه، therefore انا هعتبره ان ده اللي انتي عاوزاه لانك اخترتي دوت. يا اما عندك حل تاني انك تروحي تعملي ده من وراه، وده يعني ما فيش حاجه هتستخبى، هيوصل تاني، يعني هيوصل له، وهتبقي انتي حاسه انك على طول عامله حاجه غلط، وحاسه البريشر، وهيلخبط لك المسج اللي جواكي، ومش هيطلع اللي انت عاوزه تطلعيه بطريقه مظبوطه، بالعكس هيعمل عليكي ضغط، و هيبوظ لك حاجات كتير قوي في علاقتك باهلك. يا اما الحل انك تقفي وتتكلمي وتقولي، نتناقش بالعقل وتتكلمي بفكره انه انت عايزه تعملي ده ليه، وده هدفك. انا مش بقول ان ده هينفع في جميع الاحوال، يعني انا عمي لحد دلوقتي مش مجمع ان انا بلعب مزيكا، واعتقد انه لو حصلت مواجهه بيني وبينه في الموضوع ده، هو هيرفض رفض تام وهينسبوا الحاجه دي ليا غالبا، حتى لو انا شايفه انه ده مش صح. هيجي وقت هيبقى عندك السيطره الكامله على حياتك، وهو ده الوقت اللي هتعملي فيه الحاجه اللي انت عاوزاها، واتمنى ما يكونش متاخر. وده مش معناه انك تروحي تتجوزي عشان تعملي اللي انت عاوزاه، لان ده مرسي بيفتكروا انه ده الحل انك تهربي وتتجوزي، بس انت بتطلعي من سجن لسجن يعني اوسع شويه، بس ستيل فهذا طريق اجريده، بس انا بتكلم في حاجات واقعيه، يعني مش هينفع قدام الاحوال ده، وروحي قال لي ده واقع قدامك، يعني امسكي بالفكره دي وحطيها جواكي، واعرفي انك في يوم من الايام عندك 50 40 30 سنه مسؤولة عن نفسك، وتقدري تقفي واحدة عندها جنين وعندها استقلالية في شخصيتها في حياتها. أنا هعمل ده، وأنا متأكدة إن باباكي دوت الصعيدي ساعتها مش هيعرف يقف. هي مسألة بس يعني تأجلي الموضوع دوت، بس هو فكرة تمام.